لو بصينا على ازاي استغل الجبهه اليسرى هنلاقي من خلال تمريرات محمد مجدي قفشه مظبوط بصراحه. ويعني بص حضرتك الهدف الاول دي تمريره في ظهر من محمد مجدي قفشه النهارده، كان بيعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه في الكوره محمد مجدي قفشه عملها صراحه، يعني بعتبره اتطور ونضج بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وبيعتبر واحد من احسن اللعيبه في مصر حاليا في المستوى الحالي. كمان اتطور بدنيا، ده هو بيلعب في مركز 8 مش في مركز 10 في اخر المباريات، وبيقدم مستوى عالمي بصراحه. يمكن يعني التمرير الطولي اهو ده، المساحات اللي ورا الباك الشمال لعبها لحسين الشحات، دي اول حاله فنيه، الحاله الفنيه دي اللي جت هدف. الحاله الفنيه الثانيه برضو عمل واحده لرمضان اللي رمضان اهي، دي الحاله الثانيه. الصوره اللي بعدها هنلاقي اهي، بص حضرتك اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هي التمرير الطولي، كانت لرمضان صبحي مش اوف سايد على فكره، كانت لرمضان صبحي واتلعبت، ودي فده دليل فكر مدرب ان انا النهارده ذكرت ان هم عندهم ثغره ناحيه الباك الشمال، فكان التمرير الطولي كله، وكان رمضان صبحي كمان بيقطع للعمق كتير جدا. اغلب الوقت تحركات رمضان في الخريطه الحراريه للعمق مش على الطرف مش كجناح، فدي حاجه مهمه جدا جدا. نبص بقى على رجل المباراه بلا منازع، ارقام محمد مجدي قفشه، ازاي محمد مجدي قفشه النهارده متعنا، عمل كل حاجه في الكوره. ايوه نبص نلاقي قفشه لعب 90 دقيقه، اولا هو اكتر من لمس الكوره في الملعب 113 مره، لاعب بيلمس الكوره اكتر من 100 مره، ده لاعب يعني دليل ان هو مفتاح لعب بناء النادي الاهلي في المباراه 113 مره. عمل اسيست، تاني اكتر من صنع فرص لزملائه، رمضان صبحي رقم واحد 4 فرص، رقم 2 محمد مجدي قفشه 3 فرص. أكتر من قام بمحاولات على المرمى 6 محاولات منهم 3 صح، يعني بنسبة دقة 50%. وده بيأكد إيه؟ بيأكد إن الراجل كان بيلعب أو فايلر كان بيلعب على إن ثغرة حراسة المرمى عندهم اللي هي التسديد، عشان كده كان بيعتمد على محمد مجدي قفشة فيها. الحاجة كمان المهمة وهي الرؤية، الرؤية بتاعت لعيب بيلعب بأربع عيون، عامل 13 تمريرة طولية لونج باص، تمريراته كلها لقدام. في المركز 8 محمد مجدي قفشه بيقدم ادوار ممتازه جدا، نسبه دقه تمريراته الطوليه 69% يعني 70%، عدد تمريراته القصيره الصح 69، عدد تمريراته القصيره الخاطئه 2، حصل على خطا بالنسبه للدور الدفاعي، استعاد الكره الثانيه 5 مرات وقطع الكوره 5 مرات وليه 3 مراوغات ناجحه. فبالتاكيد محمد مجدي قفشه فعلا عمل كل حاجه في الكوره، واحنا لما بصينا على الحالات الفنيه اتاكدنا ان فايلر مذاكر فرقه الهلال السوداني بشكل مميز جدا، لعب على ثغره الباك الايسر من خلال التمرير الطولي في ظهره محمد مجدي قفشه لحسين الشحات او لرمضان على حسب المتواجد في هذا المكان خلف الظهير الايسر. الحاجه الثانيه وهي التسديد، والنهارده قفشه عمل بيعمل عمليه الربط، دوره مهم جدا في الربط ما بين الخطوط ما بين الدفاع والهجوم في النادي الاهلي، اكتر من لمس الكوره، اكتر من عامل تمريرات قصيره وتمريرات طوليه، اكتر من راح على الجون عامل محاولات. محمد مجدي قفشه بصراحه، وغير ان هو صنع هدف طبعا في كوره كانت عالميه ليه اللي هي خبطت في القائمه التسديده، صراحه قدم مباراه ممتازه محمد مجدي قفشه. رقم 2 عمرو السوليه،